حياكم الله شباب، معكم عبد الرحمن. رجعنا لكم اليوم باللعبة الجديدة، لعبة واتش دوغز الجزء الثاني. طبعا يعني لعبة رهيبة جدا، يعني ما اقدر اوصف لكم صراحة. لا تقول لي جي تي اي، لا تقول لي جراند ثيفت اوتو. صراحة يعني مع قوة اللعبتين اللي اني يعني احب اللعبة هذه اكثر، يعني فيها مهارات بطريقة أكبر، يعني عندك مهارات التحكير، عندك الأمور هذه يمكن مو موجودة عندك في الجراند ثيفت أورو. فأحب اللعبة هذه. طبعا هذا الجزء الثاني منها من اللعبة. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات إذا كانكم تبون نلعب لكم الجزء الأول منه. يلا بدون ما نطول عليكم، اللعبة داخلة شغل حام بدايتها. طبعا هذا الانترو، عندنا هنا كاميرا، عندنا هنا اوكي press x to move between cover. اوكي يعني نظام الميلي عندي بالاو. اوكي خلنا نرى الدائرة. احسن شيء نظام الجوست، جوست مود، ما نبي ازعاج، ما نبي شيء. اوكي مبين عندي هنا hold up to open equipment wheel. اوكي صراحة ما ابي اطلق ولا انا بامكاني، ما ادري هذه طلقة ولا منوم، لكن انا افضل ان نروح بالاولد سكول نظام. اوكي R2 climb او climb او climb whatever، خلينا نشوف. اوكي احلى شيء احلى جزئية هذه الخداع، انه اطلع صوت واجي من وراه واخنق هذيك الخنقة، عرفت؟ صراحة أمتع شيء عندي. أوكي two men down one left. أوكي هذا آخر واحد ميلي، ضغط مع الدائرة. أوكي new objective infiltrate the CDOS data center. أوكي pick up، شلنا الظاهر إن هذه فيها دراهم 7374 bucks. أوكي مبين عندي هنا طبعا الظاهر شكلهم يبغون يدخل البوابة هذه، لكن معطلة. find the closed circuit terminal. خل ندور على الدائرة المغلقة، اظن ترجمتها بالعربية. خل نرقى هنا نشوف. اوكي طبعا فيها لحسة مخ، فيها امور لازم تشغل عقلك. على كيف عرفت؟ طبعا من الهالات الحمراء اللي كانت باينة اذا ركزتم شوي. اوكي tap L1 to open hackable doors. اوكي L1 let's try this L1 again. اوكي it's opened. اوكي bloom camera CTOS 2.0. طبعا هذا بث مباشر صراحة، ما ادري من هم ذيلي، هذول ديف سيك. طبعا سياق القصة تختلف كثيرا، واصلا ما في اي وجه ترابط الا يعني الفكرة العامة ان تحكير ما تحكير عن الجزء الاول تماما. انسى ايجن، انسى اي شيء. طبعا انا اسف على السبويلينج، بس زي ما اقول لكم يلا ما علينا. نسي ما ادري ذلك اللي موكليني انا اني سوي الحركات هذه. اللوك صراحة متعب عليه. طبعا خال هذا اسمه ماركوس. مفاجأة ياو. او جاد ما تقدر تسوي شيء اصلا. بس طبعا اللي قاعد يسأل اتصال انا اللي مسويه عشان اشتتهم. Objective complete. Wipe your profile. New objective. Shut down the server tower. اوكي يبوني الظاهر اقفل البرج هذا. اوكي هذه مني افتح ولا hack to open or close، بس مو بمرادنا هذا. السهم مطلع لي على فوق في كاميرا، خلينا نشوف في حساسات في شيء. هذا اللي ارشيته. اوكي let's see find the access key to unlock. Can I say ماش مين راضي تنفتح؟ بس الظاهر لازم تسوي هاكينج بالكاميرا لما ما يمدينا نوصل. اوكي حصلنا على الكي، خلينا نشوف في كاميرا فوق.
كاميرا هذه بلا بلا بلا، كاميرا هذه 13 متر تقريبا 15 متر، لا بعدنا. اوكي ذاتس ات ليتس هيك ات ياهو الظاهر ان هذه اوكي ليتس هيك ات اوكي هيك تو اوبشين او اوبتين اوكي اكسس كي حصلنا حصلنا الكي هذا اهم شيء يمدينا نفتح الباب البوابه هذه ال1 اوكي تلا اتس اوبند اوكي هذا الطابق الثاني البلوك نمبر 2 ايش فيوتشر الى الان ما في احد قدامي اذا في احد ابخني خنق السنين اوكي شكله انه في واحد شافني وصادني شكله ما انتبه ممكن اوكي على الطريق السلي وانقص السلالم هذه الى الان الامور تمام في واحد من القف جاي شكله جاي مع خويه او شيء بليز دونت تيل مي ذس انا اكره شيء عندي لما يجيب لي معاه الباك اب او جاد في ثاني هنا الظاهر اوكي ميلي اوكي اوكي في واحد ثالث هنا اي كان سي يو اي كان سي يو يا اخي ليه ليش يا اخي للرجل لرجل يا اخي قاتلني باليد المجرده يا اخي بلا اسلحه بلا شغل كفار يا اخي ما ينفع اوكي يا امور تمام او شيت ميبي اتس نوت تمام اوكي اوكي هذا اللي هم يبغونه بس الظاهر انه في واحد هنا من القوف لا تحت هو شكله معليش شكله تحت خلنا نقضي عليه عشان ما يخرب علينا الشغل التهكير وين هيل ار يو مان ياهو ياهو انا هنا انا هنا طالع فوق ليه تعال 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 ابيك انا تعال تعال بلا شغل بلا كلام فاضي اوكي سو ذاتس ات مثلث الظاهر انهم يبغوني امسح البروفايل حقي اللي فيه بيانات الشخصيه طبعا هذه كلها زي ما تقولون اوكي انيشيت شات داون اوكي لازم اكون الظاهر قريب من المكان هذا ما عندي اي مشاكل اصلا هذول ما بيخلوني اروح لمكان ثاني فبكون قريب من المكان حقي اوكي 70% 78 اوكي 90% باقي شوي اوكي شات داون طبعا انت ما انت شايف شيء بس انا شايفك اوكي climb inside the server tower اوكي يبغوني اتسلق الى داخل السيرفر الشبكة يمكن او حاجة زي كذا ما ادري خلنا نشوف خلنا نرقى السالم هذي بلا 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 اوكي طبعا في تريك هنا صراحة انا يعني بعدين اكتشفتها لان هو يقول لك هنا فوق لازم هنا في مكان ترقى منه طبعا ما يكون باين فاها هذه السلالم طبعا هذا التريك اللي ما كنت محصله انا بس بعدين حصل اوكي مثلث ليتس جيت انسايد الشيء ميك ذا شيء ريل او جاد هيز جوينج ان ذا هوت ايل او جاد 120 ديجريز فور ريل يو 120 درجة أنا حاسس بالحرارة من هنا الخال عرق تشوف عرفت الاختلاف في موجات الحرارة أوكي صراحة يعني ما أدري إذا طاح كذا وزلت رجله بوم حسه بيتحلل Night of the Dead Sick أوكي All set It's complete خلنا ناخذ الهاردوير حقنا خلنا نطلع من هنا المكان صراحة جدا يعني كئيب وما أدري وش أقول بوم أوكي Access CTOS Database خل أوكي يبغون الظاهر ننزل من هنا بس ما أدري إذا في أحد ولا لا ودي صراحة أنط من فوق لكن ممكن أموت اللعبة فيها واقعية اوكي هنا تمام نفتح هذا بلا 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 اوكي تمام متاهات يعني
بصراحة يعني والله تعبوا في اللعبة هذه، تعبوا هم يسوونها. اوكي ما في احد. complete the network bypass to unlock. طبعا زي ما قلت لكم يعني تعتمد على الذكاء، على البازلز، على يعني تهكير امور. طبعا الظاهر هم يبغون نفتح الاقفال هذه نوصلها ببعض الظاهر. اوكي R2 لا هم الظاهر ما يبغون كذا، هم يبغون نضغط يمكن مربع نسوي فيه الامور هذه. اوكي نو L1 سوري L1 طبعا يبغوني اوصل الدوائر الكهربائيه هذه. باقي هذه لازم نوصلها، هذه لازم. ايوه كذا الظاهر وصلنا كذا، فتحنا لهذا. لا اوكي باقي ما فتحنا شيء. اظن لازم نرجع من جديد. complete the network bypass. اوكي no problem. طيب هذه اوكي كذا، هاي الظاهر انها تمام، لكن المشكله في هذه. ايوه هذه لو خلناها كذا اوكي تمام. اوكي فتحنا القفل. طبعا ممكن فهمتم علي يعني مش اقول اوكي انترنت نتورك كومبليت تمام. خلنا نضغط مثلث نسوي ديليت لكل بياناتي الخاصه. loading please wait hallway Marcus age 24 اوكي خلنا نضغط اكس. تمام الامور تمام. criminal record اوكي اكس to confirm. اوه it is for real يا طبعا كل ماضيك الاسود هنا بالتواريخ بالامور. broken tail light traffic stop الخال هم مصدق طبعا جايبين عليها اشياء من زمن جدتي، يحسب ان الوضع سهالة. yeah deleted man ترى ما في شيء. okay threat probability okay اللي هو كذا انا نظيف انا صاطة اصلا انا مو موجود في النظام. create new online profile انا مسحت نفسي من النظام يعني. خليني احط شكل اي احد. only drinks water اوكي let's see bloom اوكي press x to confirm. sorry bloom we got unfinished business. طبعا هم قاعدين يراقبوني. he's heading out او شيت كذا النظام يعني اسوي الميشن بعد كذا تخطفوني. object to complete the objective escape by the server tower basement. خلينا نشوف البيسمنت. اوكي هنا هطفات سلطات. اوكي hacking بلا بلا بلا. يمديك تهكر جوالات، يمديك تهكر. اوكي الظاهر نقسم على هذه نهكرها. فلو جاء هذا السلطة ودخل في الدائرة الكهربائية هذه أظن إنه بيتكهرب أو بيجي له شيء. خلينا نجرب. طب الملقوف جاي زي كذا أوكي الرجال طاح في الفخ. طبعا عندي كمان هذه يمدينا نجربها كمان لو جاء أحد. طبعا فأظن إن الجراند ثيفت أوتو ما يسوي الأشياء هذه، هذه الأشياء فقط موجودة هنا على واتش دوجز. أو جاد لازم أجيب عاري هير لأن في واحد ملقوف الظاهر إنه شافني بس لا. أوكي تمام خلنا كفر. أوكي فتحنا الباب هذا بس إحنا ما نبغى الباب هذا، إحنا نبغى البيسمنت. لازم ننزل من الدرج. أوكي في ملاقيف واجدين الظاهر إنهم شافوني. أنا صراحة أبغى أنسحب بأسرع ما يمكن بأقل خسارة ممكنة. اوكي ذس بيسمنت اسكيب ثرو ذا فنتليشن شافت. اوكي ممكن فتحات التهوية قصدهم ولا شيء. فنتليشن ما ادري صراحة بس الظاهر من قصدهم على فتحات التهوية. اوكي قربنا 9 7 4 3 اوكي ذس ات
shit. So we shut down. Where the fuck am I going? اضغط. اوه شيت. بس صراحة البداية الواتش دوغز الجزء الاول كانت احلى. اوه خطف. كانت بنفس الكيفية والالية بس الفرق انه كان انه طفى انوار الشاشة كلها. شو اسمه انوار الشارع. With a few hundred lines of code, hackers were able to hijack its central servers and cripple the entire grid. Many believed the attack would be a killing blow for smart city development. They were wrong. Coordinated from the heart of Silicon Valley, CTOS 2.0 has been implemented across the United States, جداً وفيها بيانات يعني أقل ما يقال عنها أنها حقيقية لكن هم جابوا على أنها لعبة. Making a more secure and more invasive system. But who else is listening? Big Brother no longer works alone. Thousands of little brothers monitor and aggregate your every move, building a complete digital profile of you to be bought, sold, or stolen in an instant. Toys study your children, reporting their play habits back to marketers. Oh God. Appliances, consoles, and home security systems give corporations a window into your private life. Control of your vehicle and mobile device can now be breached remotely by anyone at any time. You may think that you are immune or underestimate the risk, but your digital shadow is already compromised. Insurance companies use algorithms to monitor your life habits and limit or deny coverage. Health providers determine if your cancer is worth treating. Search results and news feeds are skewed to bias mood and influence your vote, engineering social uprisings on a massive scale. You are now less valuable than the data you produce. This is the new reality. Oh yeah, it is. Going dark is no longer an option. With threats to personal freedom rising, many are stepping forward. Whistleblowers, activists, and hackers have drawn their battle lines, putting the establishment on watch. But are they threats themselves, or have they become freedom's last line of defense? Freedom's last line of defense. Oh. كيف الخطفة يا خويي؟ So. Of course you are. Oh. طبعا بنت هذه اسمها ستارة. يذكروني بكلارا ولا ايش كانت اسمها اللي كانت في الجزء الاول تقريبا. Sweetheart is Josh aka Hot Sauce. Yo, you're Hot Sauce? Yeah, man. I loved your friend. يا عيال هذا ماش والله نفسي ما عجبني بس احلى واحد يعجبني هذا رينج. ماشي حال هذا الخال هوريشيو. هذا بير خال الخال. يو. يا ريز. Took y'all long enough to come get me. Shit. You saw Broom's bullshit. صراحة الجرافيكس متعوب عليها جدا. أتمنى يسوون الجزء الثالث من اللعبة هذه بكون أنا من أول مشترين يا رجل. ممكن who knows maybe على PS5. طبعا رينج يلا ما نحرق عليكم بتعرفون ليه هو لابس القناع هذا بس بيشوف وقته حلو. They can reject your fucking application before you click on it. Congratulations, you have been pre-rejected for our credit card. Or your house, or your insurance. That's not even the worst case scenario. All that data in the hands of the government? They'll arrest you for shit before you even do it. Yeah, I've been there. Now I fucking know why. Man, fuck it! Fuck it, man! We're hackers. We outthink, we out dare. I say we tear down the fucking wall. Hey, show everyone what Bloom's up to, man. Show the world that they're. والله صعب بعد تعلم الناس. أصل الناس إذا صدقوك أصلاً. إذا كان لك صوت أصلاً. I installed a back door, so all we gotta do is walk right through. Hold on. What?
He installed the back door, so all we have to do is walk through. Bingo. والله ماركوس فول سكران ألف. شيء يا شين اللقافة. Night run, isn't it? Hey, what are you running from the cops? Oh shit! Oh shit! Yeah, well, I check the ice cream. Hey, you look familiar. Have a good party. والله باركس شكله دايخ شكله بيطيح فل.